بس انا عايزه الناس بقى تعرف يعني ايه دكتوره في الفاشن شوز، يعني ايه واخده دكتوراه في الازياء وفي الستايلينج وكده. انا الدكتوراه كانت بزنس ادمنستريشن، يعني اداره اعمال وتخصص ماركتنج، اوكي، والماجستير قبليه نفس القصه وهكذا. الاكسبيرينس والخبره كلها بقالي اكتر من 30 سنه في عالم الازياء. ما تقوليش ده في عالم الازياء. فالدكتوراه الدكتور الديجري نفسها ما كانتش في الازياء، كانت في البيزنس. تمام. عشان كده بعمل في التسويق تخصص. عشان كده بعمل كونسلتيشنز اللي هو استشارات في عالم الازياء، ازاي تفتحي البيزنس بتاعك، ازاي تبتدي كسمول ميديوم اللي هم الشركات الصغيره المتوسطه، ازاي تبتدي تعملي محل لو عايزه تعملي محل، اي حاجه تخص الموضه كديزاينر، او لو انت ستايلس، او لو حتى مصور فوتوغرافر او ميك اب ارتست وهكذا. فده الشق العملي في الموضوع. عشان كده البيزنس ادمنستريشن والتسويق هو ده اللي بعمل له استشارات. خبره بقى كلها اللي بقى لها كذا سنه في كذا حاجه، في الاستشارات اول حاجه، تاني حاجه بعملها تدريس، بدرس، بدي فاشن بزنس، اداره اعمال للفاشن للمولة. زي ما قلنا في الاستشارات، بس ده كدراسه. بدي هاو تو ستارت يور بزنس، ازاي تبتدي شغلك. يعني في ناس كتير فنانين بس ما بيقدروش يبتدوا شغلهم، مش عارفين يبتدوا ازاي، ايه الخطوه اللي ياخدوها، يعملوا يروحوا لمين. هم فعلا فنانين واخدوا كورسز، ممكن يكونوا متخرجين كمان من جامعه كفاشن ديزاينرز، بس مش عارفين يبتدوا الخطوه الاولى دي. صح. فالتدريس بيبقى في كذا حاجه، والتسويق طبعا، الموضه، اي حاجه تخص الموضه من الجزء العملي وليس الجزء الفني. ثالث حاجه بعملها اللي هي احلى واظرف واكتر حاجه فن في شغلي انا بحبها، هي الفاشن شوز. بخرج عروض ازياء.